لما لقينا أطفال بتتعرض لأذى نفسي، ولما لقينا ناس خلاص بتروح تتكلم من إنه الهزار العادي والبسيط اللي إحنا ساعات بنقول عليه إن هو هزار أو أنا كنت بهزر، هو ما بقاش عادي وبسيط، هو فعلا بيسيب أثر كبير في ناس كتيرة. وبقت الناس بتتكلم عندها إن الكلمة أو الجملة العادية اللي أنا بتخيل إن أنا بهزر بيها أو إن أنا بقولها على سبيل الهزار أو إن أنا كده دمي خفيف، لا هي ما بقتش كده عاديه. طب في جمله بتتقال بقى، طب ما احنا كنا بيتقال لنا الكلام ده زمان وبنهزر والكلام بيعدي، انتوا اللي معقدين كل حاجه وعمالين تدوا كل حاجه بتحصل مصطلحات جديده. بتقولي ايه يا دكتور على هذا التعليق او هذا الرد اللي بيتقال؟ ده شبه بالظبط الجمله بتاعت كلنا اتضربنا وطلعنا كويسين. على طول بقول نفس الفكره، على طول بقول لا ما طلعناش كويسين. في الحقيقه انه لا يعني، والحقيقه انه جزء من الاسباب اللي بتعود للتنمر، يعني على طول لما بنشتغل مع طفل هو بيتنمر على الاخرين في الغالب ما بيكون موجود في بيئه متنمر. بالاساس متنمره. المشكله في الاب والام بالظبط، انه الاب والام كمان ما بيكونوش واعيين انهم بيمارسوا التنمر تجاه اولادهم. لما بنهزر معاهم مثلا، الاعلان الجميل اللي كل شويه بنتفرج عليه انه ساعات الاب بيهزر مثلا مع ابنه ويقول له لفظ ما مثلا، او يقول له تعالى يا واد هنا، او كل الحاجات اللي احنا بنفضل نقولها لاولادنا وبنتخيل ان هي عاديه، هي مش عاديه خالص. واحنا مش معقدين الموضوع ولا حاجه، بس في حقيقه الامر لا، هي مؤثره فيهم، لانه كل المتنمرين هم كانوا في الاول اشخاص متنمر عليهم، فقرروا ان هم يكسروا الدايره دي بانهم يصبحوا متنمرين. يعني هم كانوا ضحايا التنمر في البدايه، فكسر الدايره دي بيروح لانه هم تعرضوا لده فقرروا يعملوا ده. وده بيكون من فين؟ غالبا البدايه ما بتكون فعلا من الاب والام اللي كان بيقول عليه دكتور محمد، انه مش بننتبه احنا كاباء وامهات، او الاباء والامهات مش بينتبهوا ليه ايه نوع الحاجات اللي انا حتى بشوفها على السوشيال ميديا، ايه نوع الصور اللي انا نفسي بشيرها على السوشيال ميديا. لما انا بشير ردود افعالي كمان بالظبط، لما انا بشير صوره شخص انا معرفوش، بس هو شخص حقيقي، يعني مش كوميك بتاع فيلم او حاجه، بس هو شخص حقيقي بس انا معرفش ده مين. وانا على طول بسال الاهالي، مش الشخص ده عنده عيله؟ ممكن فعلا الصوره دي توصل لعيلته، توصل لاهله. ده بيحصل مثلا مشاهد عرسان في فرح مثلا، حصل حدث مات، لقي الناس كلها بتشير الفيديو او الصوره وبيجرحوا في اللي حصل بالزبط. دون اعتبار ان دول اشخاص في الاول وفي الاخر بنستخدم ده كطريقه، يعني مش موجوده في الواقع، وبنستخدم ده كطريقه. والاباء والامهات بيعملوا ده كنوع من انواع الهزار، وساعات كتير جدا مش بننتبه ان اولادنا الصغيرين عندهم اكاونت على الفيسبوك وبينتبهوا لانا كاب وام ايه نوع المحتوى كمان اللي انا بحطه، ايه نوع التعليقات اللي انا بكتبها لاصحابي، ايه نوع الكلام اللي انا بقوله. فهو الموضوع فعلا بيوصل لاذى نفسي كبير. واحنا وفي دراسات بتتكلم عن فكره الناس اللي بتتعرض للانتحار بسبب ان هي طول الوقت هي في الشله، الشخص اللي دايما بيتعرض للهزار او التريقه. في كمان مشكله دكتور لو سمحتي لي، ساعات بيبقى في خلط ما بين خفه الدم بالظبط، وانا اسف يعني، وقله الادب. صح، ان احنا بنجرح الناس وفاكرين ان دي خفه دم. صح، فبنعملها وبننقل الثقافه دي لاولادنا. صح، يعني دايما بقول اني بتريق على مستوى اجتماعي، بتريق على طريقة كلام حد، بتريق على شكل والجسمانيا، بتريق على حتى يعني المكان اللي هو ساكن فيه، المستوى المادي بتاعه، كل دي حاجات ما بتقعش أبدا تحت طائلة الهزار أو خفة الدم، ما ينفعش يعني.